الرئيس السيسي يؤكد للمستشار النمسا قوة العلاقات بين البلدين والسعي لمد جسور الصداقة. تواصل عمليات إجلاء المصريين المقيمين بالسودان إضافة إلى النازحين السودانيين والأجانب. انتهاكات تكسر صمت الهدوء الحذر في العاصمة السودانية بعد هدنة خامسة بين الجيش وقوات الدعم السريع. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه مستشار النمسا كارل نيهامر أن العلاقات المصرية النمساوية تتميز بأنها قوية ومستقرة. سعدت اليوم بعقد مباحثات مثمرة وبناءة مع دولة المستشار، عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون في عدد من القطاعات المهمة على رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين، وتستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر التي تعد تقليديا أحد أهم شركاء النمسا تجاريا واستثماريا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر. واتفقت أيضا مع دولة المستشار على أن نعمل معا خلال الفترة القادمة على ترسيخها وتطويرها بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار الأوضاع بالسودان. حرصت كذلك خلال مباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا، حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق. من جانبه قال مستشار النمسا كارل نيهامر انه اجرى محادثات مكثفه وثريه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. محادثاتنا اليوم كانت مكثفه وثريه، فالنمسا ومصر بينهما علاقات تعاون وثيقه في كثير من المجالات الاقتصاديه والامنيه. وكما تحدث فخامه الرئيس ايضا وذكر انها علاقات ثقافيه تمتد الى ما يزيد عن 140 عاما. هدف هذه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد كارل نيهامر المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وأعقب انتهاء المباحثات عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والنمسا، من بينها مجالات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة،
فضلا عن مناقشة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية لغلاء المعيشة وفي الغذاء والطاقة، إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود مصر المقدرة في هذا الصدد. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مستشار النمسا سلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية لزيارة النمسا لمواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة، حيث رحب السيد الرئيس بتلبية الدعوة في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية. أهابت وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم على ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان بالسادة المواطنين المتواجدين في السودان والراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع، وهي كالتالي: القنصلية المصرية في بورت سودان أو مطار بورت سودان أو مطار دانكلا أو معبر قسطل أو معبر أرقين. وذكرت وزارة الخارجية أن غرفة الأزمات بالوزارة تستمر في تلقي اتصالات السادة المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على عدد من الأرقام وضعتها على صفحتها الرئيسية. يستمر منفذ أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان في استقبال المصريين المقيمين بالسودان بالإضافة إلى النازحين السودانيين والأجانب. يأتي ذلك وسط تنسيق كامل من كافة أجهزة الدولة وعلى مدار 24 ساعة. شدد وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظير البريطاني جيمس كليفرلي على أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية. وقال وزير الخارجية سامح شكري أنه يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن الجهود المصرية الهادفة لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر. وقال السفير أحمد أبو زيد إن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف. سجلت عدة انتهاكات بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد حالة الهدوء الحذر التي سادتها عقب إعلان الجيش وقوات الدعم السريع موافقتهما على تمديد الهدنة في السودان لمدة 72 ساعة، وذلك بوساطة سعودية أمريكية. وسط شكوك بصمود الهدنة يسود الهدوء الحذر العاصمة السودانية الخرطوم بعد موافقة قوات الجيش والدعم السريع على هدنة خامسة ل 72 ساعة إضافية. وقالت تقارير صحفية إن سريان تمديد الهدنة الجديدة سوف يبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية في منتصف مساء اليوم الموافق 28 من أبريل الجاري، لكن في الساعات الأخيرة قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم انتهاكه بشكل متكرر منذ ثلاثة أيام، أعلن الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوكلو موافقتهما على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك بوساطة سعودية أمريكية. ورحبت السلطات والدول الأجنبية الساعية لإنهاء القتال في السودان بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار ودعت إلى تنفيذه بالكامل. وفي بيان مشترك رحب أعضاء الآلية الثلاثية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة
والرباعية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة باستعداد طرفي النزاع للانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأضاف البيان أن هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية ستسهم في وقف دائم للأعمال العدائية وفي الترتيبات الإنسانية، ما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد. وكانت المعارك الدامية بين الطرفين قد توصلت أمس لليوم 13، حيث عاشت الخرطوم على وقع القنابل وتبادل النيران، فيما اشتد القتال بدارفور في غرب البلاد بعد تجاهل الطرفين للهدنة المتفق عليها. وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل أكثر من 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف وفق بيان لوزارة الصحة الاتحادية في السودان، ولكن قد يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر. يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل جرى التوصل إلى عدة هدن، لكن جميعها فشلت في الثبات وتخللت العديد من الانتهاكات. تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمواصلة العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للضغط من أجل لوقف دائم للأعمال العدائية في السودان. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن وغوتيريش اجتمعا في واشنطن حيث تناول الوضع في السودان، وتعهد بلينكن بمواصلة العمل مع غوتيريش للضغط من أجل وقف دائم للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و 48 ساعة. وقالت كارين جان بيير إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد من انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها سلمت منظمة الصحة العالمية مذكرة رسمية حول ما وصفته بتعدي قوات الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفق صحي بالخرطوم، ووصفته بأنه يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة المبادئ والأعراف وقواعد الاشتباك الميداني التي تصون حرمة وقدسية هذه المرافق. ضريبة باهظة للحرب في السودان لم يتحملها طرف النزاع فقط، بل الخاسر الأكبر في ذلك هو الوطن والمواطن السوداني. دمار وخراب لم يقتصر على الثكنات العسكرية أو المنشآت الحكومية، بل طال المستشفيات والمرافق الصحية. وزارة الخارجية السودانية أعلنت في بيان أنها سلمت منظمة الصحة العالمية مذكرة رسمية حول ما وصفته بتعدي قوات الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقا صحيا بالخرطوم. الخارجية وصفت ذلك بأنه عمل بربري صادم يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة المبادئ والأعراف وقواعد الاشتباك الميداني التي تصون حرمة وقدسية هذه المرافق. الوزارة طالبت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها الأخرى بإدانة هذا العمل، ومطالبة قوات الدعم السريع بالانسحاب الفوري من كافة المؤسسات والمرافق الصحية. في سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن نحو 16 مليون شخص في السودان في حاجة عاجلة للدعم الإنساني، وإن ما يقدر بنحو 50,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد قد تعطل علاجهم بسبب الصراع، وأن المستشفيات التي ما زالت تعمل تواجه نقصا في الإمدادات الطبية والكهرباء والمياه. المنظمة قالت إن 16% فقط من المرافق الصحية في المدينة لا يزال يعمل، وتوقعت وقوع عدد كبير آخر من الوفيات بسبب المرض ونقص الغذاء والماء والخدمات الطبية. وجاء في البيانات أيضا أن الاشتباكات الدامية التي اندلعت في منطقة الجنينة بولاية غرب دارفور أسفرت عن أعمال نهب وقتل مدنيين وأثارت مخاوف بشأن تصعيد التوترات العرقية.
وشهدت السودان نزاعات قبلية متكررة في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى طرد الناس من منازلهم مرات كثيرة. قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن بلادها نفذت أول رحلة إجلاء لها من السودان، فيما أغلقت سويسرا سفارتها وأجلت جميع موظفيها وعائلاتهم. كذلك أجلت عدة دول رعاياها جوا، بينما توجه آخرون إلى بورت سودان برا، حيث تسارع الدول بإجلاء دبلوماسيها ورعاياها. دفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسيها ورعاياها، وأجلت عدة دول رعاياها جوا، بينما توجه آخرون إلى بورت سودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا. وأجلت مصر حتى الآن أكثر من 5300 من رعاياها. وفي بيان منفصل قالت وزارة الخارجية إن نحو 16,000 شخص عبروا الحدود من السودان إلى مصر، بينهم 14,000 سودانية. ونقلت مهمة إجلاء ألمانية 500 شخص في المجمل من أكثر من 30 دولة إلى بر الأمانة، من بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأمريكيون بالإضافة إلى الألمان. وقالت الحكومة الفرنسية أنها أجلت حتى الآن 936 شخصا من السودان. وذكرت وزارة الخارجية أن من تم إجلاؤهم ليسوا فرنسيين فقط، بل هناك أيضا مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد. وشكر الأمين العام للأمم المتحدة فرنسا على مساعدتها الجوهرية في نقل 400 من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم إلى خارج السودان. وأجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطاليا و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي. فيما أفادت بريطانيا أنها أجلت 897 شخصا من السودان على متن 8 رحلات جوية. أما هولندا، فقال وزير الخارجية فوبكا هوكسترا أنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان، وغادر نصف العدد إلى الأردن على متن 4 رحلات إجلاء هولندية. نقلت أيضا حوالي 70 شخصا من 14 دولة أخرى. وأجلت القوات الأمريكية دبلوماسيين أمريكيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب. وقالت واشنطن أن بضع عشرات من الأمريكيين يسافرون برا في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورت سودان، إن عشرات آخرين عبروا عن رغبتهم في المغادرة. وقالت إنها تنشر عتادا بحريا للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر. ومتابعة مشاهدين لاستمرار عملية إجلاء الرعاية المصريين والنازحين السودانيين والأجانب، معنا من معبر أرقين أشرف مبارك. أشرف، صف لنا آخر التطورات لديك ومدى أمان وسلامة النازحين الذين وصلوا إلى الحدود المصرية. بالفعل برحب بكم من معبر أركين. يمكن وصل حتى الآن نحو 16,000 لاجئ وعابر من الجاليات الأجنبية إلى معبر أركين البري، منهم يمكن أكثر من 5,000 مصري عبر معبر أركين الحدود. يعني جميع الإجراءات هنا تتم على قدم وساق داخل معبر أركين البري. هناك تسهيلات كبيرة جدا تقدم من الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل هؤلاء اللاجئين أو العابرين إلى الحدود المصرية بعد المعاناة الكبيرة التي شاهدوها خلال رحلتهم، والتي استمرت على مدار 5 أيام وعلى مسافة 900 كيلومتر من مدينة الخرطوم أو من مدينة أم درمان وحتى وصولهم إلى الجانب المصري. بنتحدث عن تكلفة رحلة تصل إلى نحو 500 أو 350 دولار، وهي تكلفة مرتفعة جدا. يعني هي تكلفة النقل من خلال إحدى الحافلات حتى الوصول هنا إلى المعبر أركين الحدودي. بنتكلم أيضا عن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية من خلال هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الصحة، وأيضا الهلال الأحمر المصري الذي يقدم تسهيلات كبيرة جدا عبارة
عن مياه باردة ووجبات خفيفة تقدم لكافة العابرين، بالإضافة أيضا إلى بعض يعني الأمور الخاصة بالشق الصحي وبعض الدعم النفسي، خاصة بعد تعرض هؤلاء يعني اللاجئين إلى ويلات الحرب داخل المدن والولايات السودانية. إذن بنتكلم أيضا بعد انتهاء جميع الإجراءات داخل معبر أركين البري، يمكن بعض الإجراءات للفرد الواحد لا تتعدى العشر دقائق هنا داخل القسم الجوازات في معبر أركين، يتوجه بعد ذلك يعني كافة اللاجئين من خلال الأتوبيسات التي نقلتهم من السودان إلى منطقة وادي كركر، وهي منطقة تبعد عن يعني محافظة أسوان بقليل، في مسافة يقطعها من هنا من داخل معبر أركين نحو 400 كيلو متر باتجاه محافظة أسوان. بعد ذلك يتم إيقاف هذه الحافلات، وهي النهاية لهذه الحافلات التي تحمل اللوحات السودانية، ومن ثم الانطلاق بعد ذلك عبر قطارات السكك الحديدية في أسوان أو أيضا بعض الوسائل المواصلات الأخرى إلى المحافظات المختلفة. بعض المواطنين السودانيين يفضلون البقاء في مدينة أسوان لاستبيان الأمر واستطلاع الأمر داخل بلادهم، وهي يعني دولة السودان، فإذا استقرت الأوضاع سوف يعودون مرة أخرى، ويعني قد يكونون يعني هذا الأمر يتوقعونه قريبا، ومن ثم هم يعني يأملون في البقاء داخل محافظة أسوان لحين استقرار الأوضاع. أما الباقي الجاليات التي يعني تتبع الدول الأخرى يقومون بالانتقال إلى محافظة القاهرة، ومن ثم من مطار القاهرة إلى دولهم المختلفة. إذا نظرنا للخلفية سوف نجد العديد من الحافلات التي تظهر في هذه الخلفية. هذه الحافلات يمكن بتستعد للانطلاق إلى محافظات الجمهورية المختلفة. هذه الحافلات تنطلق حاملة جميع الجنسيات، سواء من السودانيين أو سواء من الدول المختلفة، وهذه الحافلات تقطع مسافة يمكن نحو 400 كيلو متر إلى الأراضي المصرية، وتنتهي كما كنا في منطقة يعني منطقة قريبة من محافظة أسوان. بنتكلم أيضا عن أن هناك بعض الحافلات التي تنتظر في الشقة أو الجانب السوداني من معبر أركين البري. هذه الحافلات بعد قليل سوف يسمح لها بالدخول إلى الجانب المصري من المعبر. نتحدث أيضا عن أن معبر أركين الحدودي ليس هو المعبر الوحيد الذي يربط مصر بالسودان، هناك معبر كوستل، وأيضا هذا المعبر لا يعمل 24 ساعة كما يعني هو المعتاد هنا في معبر أركين، يعمل على مدار 24 ساعة. معبر كوستل يعمل من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، لأن العبور من خلال هذا المعبر ومعبر كوستل يعني من الضروري أن يتم يعني صعود باخرة تعبر نهر النيل، فهذه الباخرة تعمل في ساعات النهار فقط ولا يتم العمل ليلا. أيضا بنتكلم عن خط حدود بين مصر والسودان، وهو خط عرض 22 يصل إلى نحو 1000 كيلو متر، وهذه حدود شاسعة مع يعني الجانب المصري. إذن هي تسهيلات كبيرة جدا تقدمها الدولة المصرية من خلال هذا المعبر، وهو معبر أركين الحدودي مع الجانب السوداني، وهي يعني إجراءات مكثفة جدا تقوم بها الدولة المصرية لاستيعاب هؤلاء يعني اللاجئين وأيضا الجاليات المصرية التي تأتي إلى الجانب المصري. بنتحدث أيضا عن بعض التسهيلات الأخرى، وهي إذا فقد أحد الأشخاص سواء من السودان أو من مصر أو من أي دولة أخرى لوثيقة السفر الخاصة به، يمكنه الذهاب إلى يعني القنصلية المصرية في وادي حلفة ويعني استخراج بعض الأوراق الثبوتية، ومن ثم الدخول هنا إلى المعبر. يعني القنصلية المصرية في وادي حلفة تبعد عن معبر أركين نحو يعني 50 كيلو متر فقط، وهو مسافة قريبة جدا، لذا كانت هذه التسهيلات التي تقدمها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع وزارة النقل الممثلة في ميناء أركين. الجانب السوداني يعني يقوم أيضا باتخاذ بعض الإجراءات، لكن هو لا يعمل في الجانب الخاص به على مدار 24 ساعة، ولكن يعمل في ساعات محددة، لذا سوف نجد أن الأعداد تتفاوت على مدار اليوم هنا داخل معبر أركين البري، في الساعات الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من اليوم، يعني بعد الساعة 3 و4 عصر، سوف نجد كثافات كبيرة جدا من السودانيين ومن المصريين ومن كافة الجاليات التي تواجد هنا داخل المعبر. أما في وقت الظهيرة فتقل الأعداد نظرا لفترة راحة الجانب السوداني. في بعض الأمور التفصيلية الأخرى الخاصة ب يعني هذه يعني الجاليات التي تعبر إلى مصر، بنتحدث عن 50 دولة شملتهم يعني الجاليات التي جاءت هنا إلى مصر، يعني بحوالي 2000 من الجاليات الأجنبية و14 ألف من الجالية السودانية. أما فيما يخص المصريين فوصل الأعداد إلى أكثر من 5000 من المصريين.
المصريين أبرزهم من الطلاب الذين كانوا يدرسون بعض الكليات وبعض التخصصات مثل الطب في دولة السودان. نعم شكرا أشرف مبارك، كان معنا من معبر أركين الحدودي. أكد اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية أن هناك تسهيلات كبيرة لكافة العابرين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي المصري. بنتعامل معاه يعني هو بيقول أنا مواطن سوداني مثلا أو أنا مواطن جنسيتي كذا، بنتعامل معاه من هذا المنطلق ونبتدي نتحرك. لو مواطن مصري الاجهزه المصريه بتبتدي تكشف هو من مواطن فلان الفلاني اللي قال لنا اللي معهوش جواز، ما فيش مشكله بيخش وما فيش اي مشكله خالص، بنثبته الدخول وندخله. لو مواطن مثلا سوداني بيجيب ما يفيد من وثيقه من وادي حلفه من عنده من ان هو هذا المواطن ده فلان الفلاني وان هو فعلا فاقد جواز سفر ومتاكد من الشخصيه بتاعتنا. طيب لو جهاز سفره منتهي وحصل قبل كده بيجي يختم مجرد ختم بس ويكتب له عليه من الجهه بتاعته ان جوازه ممتد لمده 6 شهور مثلا، احنا بنقبله لان احنا في ظروف استثنائيه فلازم يبقى في تيسيرات، ولكن المهم ان هذه التيسيرات لا تؤثر على الامن. لا تؤثر على الامن القومي، مش معنى ان انا بعمل تيسيرات وبدخل الناس ان مثلا ممكن في بعض العناصر تتسرب تستغل هذا الموقف وتخش. فاحنا بنعمل عملية توازن ما بين ان انا ايسر واقدم كافة التسهيلات دي تبقى للتوجيهات اللي واخدينها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن التعليمات اللي هو على مدار الساعة اتصال مستمر من سيادة الفريق كامل، ان احنا نقدم كل التسهيلات والخدمات ونيسر على الناس سواء المصريين العائدين او الجنسيات الاخرى. وفي تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار أكد اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة من داخل معبر أركين الحدودي أنه تم عبور أكثر من 16 ألف من الجاليات السودانية والأجنبية عبر الموانئ المصرية. استقبلنا في خلال الكام يوم اللي فات ما يقرب من هنا في الميناء 17-18 ألف نازح، منهم 46 جنسية، 46 جنسية، أكتر من 1000 أجنبي من بخلاف المصريين والسودانيين. احنا استقبلنا حوالي 16 ألف سوداني ومصر و1001 لغاية امبارح بالليل جنسية أجنبية. جميع الجنسيات أنا ممكن لو حابب حضرتك أقولها لك، 46 جنسية تقريبا، والحمد لله الناس بيشكروا جدا وقدموا شهادات شكر وبعض شهادات شكر من السفارات بتاعتهم. ان عارف حضرتك الجاليات الاجنبيه بيبقى يجي مسؤول السفاره والبعثه الدبلوماسيه بتاعتهم هنا بتستقبلهم. في قرية حارس الواقعة غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة استشهد مواطن فلسطيني إثر قيام جنود إسرائيليين بإطلاق الرصاص عليه تحت مزاعم اعتزامه تنفيذ هجوم. الصورة تتحدث عن نفسها، جريمة إعدام بدم بارد في فلسطين، رجل يخرج من سيارته ويبادر عنصر من جنود الاحتلال في إطلاق الرصاص عليه ليرديه شهيدا، ولا يكتفي برصاصة واحدة أو اثنتين بل يواصل إطلاق النار عليه بعد أن تمدد جثة هامدة. تخرج أبواق الاحتلال لتتحدث عن محاولة دهس مزعومة، أي دهس يتحدثون عنه؟ سيارة الشهيد الفلسطيني متوقفة تماما وهو أمامها وحركة المرور متوقفة، لكنها الذريعة الواهية التي كذبتها التسجيلات المصورة هذه المرة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد أحمد يعقوب طه مساء الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية حارس غرب سلفيت شمالية غرب الضفة الغربية المحتلة. جريمة الإعدام هذه ليست الأولى التي ينفذها جنود الاحتلال مستغلين سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتعون بها والصمت الدولي الذي يعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني. والجديد هذه المرة أن الشهيد
أحد ضباط أجهزة الأمن التابعة لحركة فتح التي نددت في بيان بجريمة إعدام الضابط، مؤكدة أن ما جرى هو إمعان في جرائم الاحتلال، ومشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل التصدي لكل سياسات الإرهاب الممنهج التي يتبناها الاحتلال. منذ مطلع العام سقط ما لا يقل عن 99 شهيدا فلسطينيا برصاصات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بحسب حصيلة رسمية إسرائيلية وفلسطينية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي التونسي إن تنشيط إنتاج قطاع الفوسفات التونسية يمكن أن يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة التونسية حتى لا تقترض من الخارج. مجلس أمن قومي ينظر في مسألة تتعلق بالاقتصاد الوطني وتتعلق على وجه الخصوص ب الفوسفات، ونوعية الفوسفات في تونس من أفضل ما هو موجود في العالم، أنه يمكن أن يمثل بالنسبة إلى ميزانية الدولة جزءا كبيرا حتى لا نقترض من الخارج، حتى تتعافى الدولة التونسية ويتعافى الاقتصاد التونسي. في السياق المتصل، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا يقضي بتعيين محمد المهذبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية. يذكر أن القرار التونسي يعد أحدث تحرك عربي لإنهاء عزلة إقليمية مفروضة على سوريا منذ أكثر من 10 سنوات. قصفت القوات الروسية مدنا أوكرانية بالصواريخ مساء أمس، لا سيما بلدة أومان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وتضرر مبنى سكني. الهجمات التي شنتها روسيا في الصباح الباكر هي الأحدث في سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة منذ هجومها على أوكرانيا في فبراير من عام 2022، وجاءت في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد لمحاولة استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الضربات الليلية التي شنتها روسيا على أوكرانيا تجعل موسكو أقرب من الفشل والعقاب، داعيا العالم إلى الرد بشكل مناسب من جانب أوكرانيا والعالم. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن برامج البنتاغون العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا تهدف إلى تطوير مكونات أسلحة بيولوجية. كما أشار شويغو إلى أن المتخصصين الروس سيواصلون مراقبة خطط واشنطن عن كثب وتبادل المعلومات حول التهديدات البيولوجية الناشئة، وأضاف أن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا من الناحية الاستراتيجية وتشكيل تهديد للصين والحفاظ على وضعه الاحتكاري. وأضاف شويغو أن دول حلف شمال الأطلسي نشرت كلها تقريبا قدراتها العسكرية ضد روسيا. تواصل القوات الروسية تعزيز صفوفها على طول جبهة القتال مع أوكرانيا تحسبا لهجوم مضاد توعدت به كييف تحت اسم هجوم الربيع. على جبهة القتال في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، يكثف كل فريق من ناحيته تجهيزات صفوفه الهجومية والدفاعية تحسبا لهجوم أوكراني مضاد توعدت به كييف موسكو تحت اسم هجوم الربيع. على طول جبهة القتال المشتركة التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر تحشد روسيا قواتها وتعيد تمركز نقاط قواتها على خطوط القتال الرئيسية بينها وبين أوكرانيا.
وبحسب رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، فإن موسكو تتوقع أن يكون موعد هجوم الربيع المرتقب في الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وهو نفس الموعد الذي سيطرت فيه موسكو على مدينة باخموت الأوكرانية. في هذه الأثناء تستعد روسيا من جهتها بسلسلة من الخطوط الدفاعية تمتد من خرسون في الجنوب إلى شمال شرقي أوكرانيا، أي بين 800 و900 كيلومتر، وتشمل التجهيزات الروسية خنادق مضادة للدبابات وحواجز وخطوط دفاع مصنعة مسبقا. وفي الوقت الذي تتكتم فيه كييف عن أي استعدادات لشن هجوم الربيع المرتقب، يتواصل تدفق المساعدات الغربية على الجيش الأوكراني بدءا من الذخيرة ووصولا إلى أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، وهو ما يعزز صفوف القوات الأوكرانية بشكل كبير لم تشهده من قبل. في المقابل يواصل الجيش الروسي ضم عشرات الآلاف من جنود الاحتياط إلى صفوفه في تعزيز مستمر لإمكانات القوات المسلحة الروسية استعدادا لمواصلة الحرب وصد أي هجوم أوكراني مضاد. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية وصول 25,800 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 من فبراير من عام 2022 إلى نحو 11.5 مليون لاجئ. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. في العاصمة الروسية موسكو، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن بلاده ترحب بأي محاولة لوضع حد للنزاع في أوكرانيا بشكل يضمن تحقيق أهدافها، وذلك غداة أول اتصال هاتفي بين الرئيسين الصيني والأوكراني منذ بدء العمليات الروسية. كانت موسكو اتهمت كييف بعد الاتصال الهاتفي بتقويض مبادرات السلام ورفض الحوار. أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أن البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان. من جديد تتصاعد أزمة احتجاز السفن التجارية بين إيران والولايات المتحدة. طهران أعلنت احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان ترفع علم جزر مارشال أثناء توجهها إلى الولايات المتحدة، وعللت ذلك بأن الناقلة اصطدمت بسفينة إيرانية، ما أدى إلى فقدان 2 من طاقمها وإصابة آخرين. وأكد الجيش الإيراني احتجاز الناقلة عن طريق قواته البحرية بأمر من المحكمة لمنعها من الفرار على حد قول البيان الصادر عنه. من جهته أعلن الأسطول الأمريكي الخامس احتجاز الناقلة من قبل البحرية الإيرانية أثناء إبحارها قرب مضيق هرمز الذي تمر عبره خمس صادرات النفط الدولية. ودعا الأسطول الخامس الحكومة الإيرانية إلى الإفراج فورا عن ناقلة النفط، معتبرا أن المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية تشكل تهديدا للأمن البحري والاقتصاد العالمي. البحرية الأمريكية أشارت إلى أنه خلال العامين الماضيين احتجزت إيران بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 5 سفن تجارية تبحر في الشرق الأوسط. وفي السنوات الأخيرة تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات على سفن وإسقاط طائرة مسيرة ومصادرة ناقلات نفط. وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل عام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. تواصل عمليات تصويت الأتراك في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ونتحول الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية وحسام الدين عاطف. اتفضل حسام. أشكرك شكرا جزيلا شيرويتو. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية في بانوراما الظهيرة. أهم ما فيها، وزارة النقل تعلن وصول 30 عربة ثالثة مكيفة جديدة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر. أهلا بكم من جديد. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كارل نيهماير مراسم توقيع عقدي شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية. وعلى هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي بالقاهرة شهد الجانبان كذلك توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لإصلاح ورفع كفاءة 34 من ماكينات تجديدات وصيانة السكك الحديدية. لإصلاح ورفع كفاءة 34 من ماكينات تجديدات وصيانة السكة الحديد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبعض الشركات النمساوية. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مستشار النمسا والوفد المرافق له على هامش اجتماع المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي. إن هذه المائدة المستديرة هي فرصة رائعة لنا جميعا لتعزيز التعاون بين البلدين، وأنا أدعوكم جميعا للمشاركة بنشاط في هذا النقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن كيف يمكن أن نعزز من تعاوننا الاقتصادي. أنني أرحب بتوقيع العقود في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية بمشاركة First Railway and Plaza Antoira. أثق تماما أن Plaza Antoira and First Alpine Railway Systems سوف يستمران في كونهما شركاء يتمتعان بثقة كبيرة لدى السكك الحديدية المصرية. وأكد مدبولي أن هناك فرصا متنوعة للتعاون بين مصر والنمسا، ويجب العمل من الجانبين على استغلالها خلال الفترة القادمة، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر، الطاقة النظيفة، تحلية المياه، الزراعة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب نقل الخبرات النمساوية في مجالات الصناعة المختلفة. مصر بدأت في إصدار الشهادة الذهبية لتنفيذ المشروعات، وقد تم منح عدد كبير للغاية من هذه الشهادات بالفعل. من جانبه أكد المستشار النمساوي أن اصطحابه لممثلي 15 من كبرى الشركات في النمسا يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر. سوف يتم توريد حوالي 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا مع الكهرباء المتجددة، خطوة هامة أخرى. نريد مساندة طموحات مصر الاقتصادية والتعلم من بعضنا البعض. هذا ويشار إلى أن قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر بلغت نحو 27 مليون دولار أمريكي من خلال 173 شركة في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية والنقل والصناعات الهندسية والأدوية والصناعات الغذائية. تاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين مصر وجمهورية النمسا لم يقتصر فقط على الجانب السياسي، بل امتد للعلاقات الاقتصادية والتجارية، وهو ما ترجمته الجلسة المستديرة بين الجانبين لتضيف زخما جديدا لتلك العلاقات بين الدولتين في المجالات كافة. أسماء حسن، النيل. أعلن وزير النقل كامل الوزير عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر. وبهذا يصل ما يتم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري عدد 755 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تباطأ اقتصاد البلاد بشكل كبير وسط تزايد احتمال حدوث ركود معتدل.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 1.1% في الفترة من يناير إلى مارس، بعدما سجل 2.6% في الربع الأخير من العام الماضي. وكان النشاط الاقتصادي قد تراجع في الولايات المتحدة مع رفع الفيدرالي الأمريكي بسرعة سعر الفائدة الرئيسي لمعالجة التضخم، في حين أن تداعيات الكاملة لاضطراب القطاع المالي عقب انهيار 3 مصارف متوسطة الحجم الشهر الماضي لم تظهر بعد. انتهت أخبار الاقتصاد في بنغام الظهيرة، نعود لشروات حمدي مع مجموعة جديدة من أخبارنا السياسية، تفضلي شروات. شكرا حسام. يواصل أتراك تركيا المقيمون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، والتي انطلقت رسميا أمس عقب فتح باب تصويت الأتراك المغتربين بالخارج اعتبارا من 27 من أبريل الجاري حتى 9 من شهر مايو المقبل. مع بدء الانتخابات التشريعية التركية رسميا، يتواصل إقبال الأتراك المغتربين على التصويت منذ أمس وحتى 9 مايو المقبل، ويشارك حوالي 3.4 مليون مواطن تركي من المغتربين في التصويت في الانتخابات الوطنية التي ستقرر ما إذا كان بإمكان رئيس رجب طيب أردوغان الاستمرار في حكم تركيا بعد عقدين في السلطة. ويوجد حوالي 6.5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج من أوروبا الغربية، كما يوجد من بينهم 3.4 مليون مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتتصدر ألمانيا قائمة الدول في عدد الناخبين، وتليها فرنسا وهولندا وبلجيكا. يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو ومرشح حزب البلد محرم إنجا ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان. وتقام الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الداخل يوم 14 مايو المقبل. كل استطلاعات الرأي تشير إلى منافسة حامية قبل انتخابات 14 مايو، حيث إن أردوغان الموجود في السلطة منذ عام 2003 أولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس يواجه معارضة شكلت جبهة موحدة تضعها في موقع جيد بحسب ما تظهر نتائج استطلاعات عدة للرأي. مشاهدينا الكرام، لا يتبقى لنا سوى تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد لمستشار النمسا قوة العلاقات بين البلدين والسعي لمد جسور الصداقة. تواصل عمليات إجلاء المصريين المقيمين بالسودان إضافة إلى النازحين السودانيين والأجانب. انتهاكات تكسر صمت الهدوء الحذر في العاصمة السودانية بعد هدنة 5 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وصلنا مشاهدينا لنهاية نشاطنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.